الواضح ان ازمة المطربة شيرين عبد الوهاب هتفتح قصص وحكايات نجوم تانية كتير اتكلم عليهم محمد اخوها على الهوى، وده بعد ما اتعمل له محضر من المحامي بتاعها، وكمان ده حصل بعد الكشف عن تعاطيها مواد ممنوعة بشكل رسمي، وده اللي خلى المستشفى تحجزها للعلاج. طب مين هم النجوم اللي اتكلم عليهم اخو شيرين عبد الوهاب اللي بيتعاطوا معاها، وليه طلب من الدولة تعمل لهم تحليل فوري، وهل شيرين هتجر وراها النجوم والاسماء الكبيرة دي؟ أنا ماريا مجدي، ويلا بينا نعرف كل ده في الفيديو اللي جاي. لو عملوا تحليل ممنوعات مفاجئ لناس في الوسط الفني هنكتشف مهازل، لأن في أسماء كبيرة بتقعد معاها ولو اتكلمت هكشف مفاجآت. ده جزء من الكلام اللي قاله محمد عبد الوهاب أخو الفنانة شيرين، وده خلال تصريحات تلفزيونية ليه رداً على اتهامه من محامي شيرين بأن هو السبب في إصابتها بالرباط الصليبي. محمد قال لما يبقى حد عنده أخت أو أخ بيتعاطى، فأول حاجة هيعملها علشان يحافظ عليه أو عليها إنه يوديها مصحة تتعالج، وده اللي عمله مع أخته المطربة شيرين، وسأل نفسه على الهوى ليه بقى الناس تلومه وتعمل ضده محضر إنه اعتدى عليها، رغم ان ده ما حصلش منه، بدليل انه راح لها الشقه الجديده في التجمع وكانت معاه لجنه كامله بتضم اطباء وممرضين. محمد اخو شيرين قال يا ريت الناس تقف معاه لو بيحبوا شيرين علشان ترجع تاني لبيتها وفنها احسن من الاول، وهو اتدخل لانقاذ اخته بناء على طلب امه، لدرجه انها باست على ايده علشان ينقذها من حسام وساره الطباخ ومحاميها اللي وصفهم بالعصابه. وقال محمد بصوت عالي مش شيرين لوحدها اللي بتتعاطى، في نجوم كتير تانيه بيقعدوا معاها هي وحسام، ولو اتكلمت هكشف مفاجآت. محمد عبد الوهاب قال ان الوسط الفني مليان من النوعيه دي، وده بعد ما اكتشف ان اخته بتتعاطى حاجات كتيره من فتره هي وحسام، لدرجه انها بتصرف مئات الالاف على الاصناف دي، وهي عباره عن كنز ليهم سواء حسام ولا ساره ولا المحامي. ولما اتصالحت معاه من وراهم كانت في غير وعيها، فازاي تتصالح مع واحد دمرها وضيع مستقبلها ومش عارفين هترجع تاني ولا لا. محمد اخو شيرين لما اتسال عن حقيقه تعاطي شيرين رد وقال ان كل التحاليل موجوده في المستشفى، ونسبه المواد الممنوعه اللي في جسمها هي كمان موجوده، والمستشفى هتقدم كل ده للنيابه العامه في التحقيقات اللي شغاله دلوقتي. وهو ما غلطش لما اخد اخته بشكل رسمي وبمعرفه لجنه كامله من المختصين ودخلها مصحه بمصر الجديده علشان ينقذها، ويا ريت الناس اللي بتحب شيرين تتضامن معاه علشان تخف وترجع بسرعه. وكمان قال ان عنده قائمة فيها اسماء كبيرة كانت بتسهر مع شيرين وحسام، وده علشان ياخدوا الحاجات دي مع بعض، ولو تم التحليل ليهم هنكتشف حاجات محدش يتخيلها، وياريت تحللوا لهم علشان تتأكدوا من كلامه، ولو ذكرهم هتجر اسماء ناس تانية كتيرة للقضية. وختم كلامه قال انه مش هيسيب اخته مهما كانت الظروف غير لما تتعالج من اللي هي فيه. اخيرا مستنيين كومنتاتكم على الفيديو ده، وهل تتوقعوا ان قضية شيرين تجر وراها فعلا اسماء كبيرة في الطريق، ولا ممكن الموضوع يتلم؟ وايه رأيكم في اللي عمله اخوها لما خدها للمصحة؟ هل ده في مصلحتها؟